تعالوا بقى نشوف ازاي بمثل الفريكوانسي ريسبونس بتاع السيستم بتاعي بدلاله الجرافيكال فورمز. هلا خد بالك السينوسويد ترانسفير فانكشن، وطالما قلت سينوسويد ترانسفير فانكشن يبقى انا بعبر عن الترانسفير فانكشن بتاعتي بدلاله جي اوميجا. يبقى بالظبط كده كاني بقول جي اوف جي اوميجا بتساوي مثلا لو بقول اس على اس زائد الواحد يبقى جي اوميجا على جي اوميجا زائد الواحد. دي معنى سينوسويد ترانسفير فانكشن. يبقى انا بعبر عن الترانسفير فانكشن بتاعتي بدلاله الجي اوميجا، دلاله مين؟ جي اوميجا. يبقى السينوسويد ترانسفير فانكشن لاي كومبلكس فانكشن في الفريكوانسي اقدر امثلها بماجنتيود وايه؟ وفيز انجل. اقدر امثلها بايه؟ بماجنتيود وفيز. حلو قوي. قال خد بالك بدلاله الفريكوانسي، بدلاله مين؟ يعني همثلها، همثل الماجنتيود بدلاله الفريكوانسي وهمثل الفيز بدلاله الفريكوانسي زي ما هنشوف ان شاء الله في البوت بلوت. قال لك احنا عندنا ثلاثه كومن ريبريزنتيشن للسينوسويد ترانسفير فانكشن. يعني انا اقدر امثل السينوسويد ترانسفير فانكشن بثلاثه ميثودز مختلفه. واحد البوت ديجرام. يبقى البوت ديجرام بمثله بجيب علاقه ما بين الماجنتيود والفريكوانسي وعلاقه ما بين الفيز والفريكوانسي. ساعات بيسموه اللوغاريزميك بلوت لان انا برسمه بمعلوميه 20 لوج، عشان كده سموه ايه؟ سموه اللوغاريزميك بلوت. التمثيل الثاني هو النايكوست بلوت او بيسموه البولار بلوت. بتعامل بقى مع مين؟ مع بولار بلوت، ماجنتيود وفيز. كويس جدا. او اللوج ماجنتيود فيرسس الفيز بلوت، ساعات بيسموه النيكولز بلوت. نيكول بلوت هم دول الثلاثه ريبريزنتيشن اللي انا بقدر امثل بيهم السينوسويد ترانسفير فانكشن عشان اطلع منهم الستيدي ستيت ريسبونس بتاع السيستم بتاعي او السينوسويد ستيدي ستيت ريسبونس. ما ننساش اول واحد هو البوت بلوت اللي هنبدا بيه دلوقتي ان شاء الله، ساعات بنسميه اللوغاريزميك بلوت. ثاني حاجه اللي هي النايكوست بلوت هناخده المره الجايه ان شاء الله، ساعات بيسموه البولار بلوت او النيكول بلوت اللي هو لوج ماجنتيود مع مين؟ مع الفيس بلوت. هو بالظبط شبه البوت بلوت. تعالوا بقى نبدا بالبوت بلوت. قال لك بالنسبه للبوت بلوت اللي احنا بنسميه اسيمبتوتيك ابروكسيميشن، انا عايز بقى اعمل ابروكسيميت ل السيستم بتاعي او الريسبونس بتاع السيستم بتاعي بدلاله الماجنتيود والفيز اللي فيهم هستخدم البوت بلوت. قال لك خد بالك اللوج ماجنتيود، اللوج ماجنتيود والفيز فريكوانسي ريسبونس اس فانكشن في لوج اوميجا، دي بنسميها البوت بلوت. يبقى انت لما تاخد السينوسويد ترانسفير فانكشن اللي هي جي اوف جي اوميجا ان كانت قيمتها قد ايه، لما تجيب لها الماجنتيود مره وتجيب لها الفيز مره بمعلوميه الفريكوانسي اوميجا، ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه البوت بلوت او البوت دايجرام او اللوغاريزميك بلوت. بيسموه البوت بلوت او البود دايجرام او ساعات بنسموه اللوغاريزميك. اللوغاريزميك ايه؟ اللوغاريزميك بلوت. كويس. قال لك خد بالك عشان ارسم البوت بلوت انا اقدر اعمل له تبسيط كما لو كان ستريت لاين. اقدر ابسطه كما لو كان ايه؟ اقدر ابسطه كما لو كان ستريت لاين، وهنشوفها حالا دلوقتي ان شاء الله. وكمان الستريت لاين ده انا بقدر احوله لماجنتيود وايه؟ وفيز. بقدر احوله لماجنتيود وفيز على الفريكوانسي ريسبونس. يبقى والله احنا هنبدا بالبوت بلوت. قال لك البوت بلوت في الاخير هو عباره عن انا بجيب علاقه ما بين الماجنتيود بتاع السينوسويد ترانسفير فانكشن بدلاله الفريكوانسي اوميجا، وبجيب علاقه ما بين الفيز بتاع السينوسويد ترانسفير فانكشن وما بين مين برضه؟ وما بين الفريكوانسي اللي اسمه اوميجا. قال لك العلاقات دي كلها انا اقدر امثلها كما لو كانت ستريت لاين زي ما هنشوف دلوقتي، فبالتالي اقدر اعملها ابروكسيميشن كما لو كانت ايه؟ مجموعه او سيكونس من الستريت ايه؟ الستريت لاين.
وبالتالي انا بقدر اسمبليفاي بعد ما بخلص بقى، بقدر اسمبليفاي التقييم بتاعي على الماجنتيود وعلى الفيز عشان اشوف بقى التوتال كاركترستكس بتاع السيستم عامل ازاي، ومنها بطلع الجين مارجن من على الماجنتيود، وبطلع الفيز مارجن من على مين؟ من على الرسمه بتاعت الفيز بتاعتي. قال لك قبل ما نبدا الحاجات دي كلها، تعالى كده ناخد بعض الحاجات الاساسيه اللي بتتكرر كتير جدا جدا في الانظمه بتاعتي، ومن ثم بتتكرر في الاسئله. طب حلو، ايه الحاجات اللي بتتكرر كتير؟ قال لك هتلاقي عندك فاكتورز كتيرة جدا جدا بتتكرر، اهم هذه الفاكتور ان هيبقى عندك جين، حاجه ثابت يعني جين، مثلا واحد على اس زائد الواحد، دي الترانسفير فانكشن العاديه. ما انت لما تحولها ل السينوسويد ترانسفير فانكشن تبقى واحد جين، قد يكون واحد قد يكون 10، الجين اللي اسمه كي. دايما في اي لن تخلو اي مساله ان يكون عندك فيها قيمه الايه؟ قيمه الجين. عايز اشوف امثل الجين ده ازاي؟ بمعلوميه الماجنتيود وبمعلوميه الفيز، عشان على طول لما ادخل في الجود ديجرام امثله على طول كده مجرد مثلا، بس الاول لازم ندرسه بالراحه. ايه كمان ممكن يتكرر عندك؟ قال لك الانتجرال والدريفيتيف فاكتور. الانتجرال والدريفيتيف فاكتور اسمه جي اوميجا، او واحد على جي اوميجا، حتى انا هحط لك ايه؟ ماينس بلس، لو بلس هسميه جي اوميجا، ده اللي احنا اللي هو الدريفيتيف فاكتور. لو ماينس كانه بالظبط واحد على جي اوميجا. مش دي كانت واحد على اس اللي كانت الانتجرال احنا قلناها قبل كده؟ اه، بس لما بقت واحد على جي اوميجا بسميها الايه؟ الانتجرال فاكتور في الفريكونسي دومين. طيب عشان كده قال لك ما هو واحد على جي اوميجا، مش دي كانها جي اوميجا الكل ماينس واحد؟ اه، عشان كده قال لك ايه؟ قال لك يبقى هي سماها جي اوميجا بلس ماينس، يبقى لو هي بلس يبقى الدريفتيف فاكتور. الدريفتيف كاني بضرب، مش انا كنت بقول يا جماعه لما اقول كده لو عندي دي باي دي تي لي مثلا اي اوف تي، كانت هي عباره عن لما احولها للاس دومين تبقى عباره عن اس اي كابيتال اوف اس. اه، طب ما دي لو حولتها للفريكونسي تبقى جي اوميجا اي كابيتال اوف جي اوميجا. فجي اوميجا دي عشان كده سماها الدريفيتيف بارت. يبقى انا عندي لو ضربت في اس او ضربت في اس سكوير، يبقى اللي هو بعمل بجيب الدريفيتيف من الدرجه الثانيه، او اس كيوب لو من الدرجه الثالثه كده يعني. فانا كاني لو عندي الدريفيتيف فاكتور يبقى جي اوميجا. طب لو انتجرال يبقى جي اوميجا زي هول ماينس 1 او 1 على جي اوميجا، لان انا هستخدم خواص اللوغاريتميه، والخواص اللوغاريتميه بيقول لي والله انت لو عندك لوغاريتم 1 على جي اوميجا دي بالظبط كانها ماينس لوغاريتم اوميجا ليه؟ او جي اوميجا يبقى جي اوميجا. ليه؟ لان 1 على جي اوميجا دي كانها جي اوميجا الكل ماينس 1. الله، طب ما لوغاريتم جي اوميجا، طب طالما لوغاريتم جي اوميجا الكل ماينس 1 يبقى الاس ده انا اقدر انزل بيه قدام اللوج يبقى ماينس لوغاريتم الايه؟ الاوميجا. هناخد الحاجات دي ان شاء الله دلوقتي. كمان ممكن يتكرر عندي كتير جدا برضو الفيرست اوردر فاكتور. الايه فيرست اوردر فاكتور؟ انا مثلا مش انت لما كنت بدي لك ترانسفير فانكشن واحد على اس زائد الواحد في اس زائد الواحد الكل تربيع. دي اسمها فيرست اوردر فاكتور. مش لما حولتها لما احولها للفريكونسي دومين هتبقى واحد على جي اوميجا زائد جي اوميجا ذا هول سكوير. فانا عندي فيرست اوردر فاكتور، وارد جدا جدا مساله السيستم بتاعك يبقى عباره عن فيه فيرست اوردر فاكتور. فيرست اوردر فاكتور قد يكون في الباست 1 زائد جي اوميجا تي كابيتال، قد يكون في المقام 1 على 1 زائد جي اوميجا، مش انت اهو ممكن يبقى في الباست اللي هي اس على 1 زائد اس على 1 زائد اس في 1 زائد اس لكل تربيع. يبقى ممكن يبقى في الباست تبقى 1 زائد جي اوميجا تي، ممكن يبقى في المقام 1 على 1 زائد جي اوميجا، عشان كده حاطط لك ايه؟ بلس ماينس. ممكن يتكرر عندك برضو الكوادراتيك فاكتور اللي هو 1 زائد 2 زيتا جي اوميجا على ان، اوميجا ان يعني، زائد جي اوميجا على اوميجا ان ذا هول سكوير، بس الكل برضو ايه؟ بلس ماينس، لان قد يكون الكوادراتيك فاكتور ده في البسط وقد يكون الكوادراتيك فاكتور في المقام. لما اقول مثلا اس سكوير على اس زائد واحد في اس زائد اثنين، الكوادراتيك فاكتور فين المره دي؟ في البسط، بس هو فقط اس سكوير يبقى جي اوميجا سكوير. ممكن يبقى اس سكوير زائد 2 اس زائد 3 يبقى اس جي اوميجا سكوير زائد 2 جي اوميجا زائد 3. وممكن يكون في المقام 1 على اس سكوير زائد 3 اس اس زائد الايه؟ الاربعه. يبقى الكوادراتيك فاكتور بقى فين في المرحله دي؟ في المقام. يبقى برضه عشان كده حطوا بلس ايه؟ بلس ماينس. يبقى لن يخلو
انظمه كتيره جدا جدا، من ان يكون فيها جين، من ان يكون فيها انتجرال بارت او ديريفيتيف بارت جي اوميجا بلس ماينس، لن يخلو ان يكون في فيرست اوردر اللي هو 1 زائد جي اوميجا تي بلس ماينس برضه، لانه ممكن يكون في الباست وممكن يكون في المقام، او كوادراتيك فاكتور برضه في الباست او في الايه في المقام. عايزين نشوف الحاجات دي كلها ازاي نمثلها في البود دياجرام، ازاي اجيب الماجنتيود والفيز بتاع كل واحد منهم بدلاله الايه الاوميجا. تعالى كده الاول ناخد الجين. يبقى اول حاجه عندي اللي هو الايه الفاكتور اللي اسمه الجين كي، حيث كي ثابت. حلو قوي. بحكم ان انا هرسم البود دياجرام على لوجاريتمك بلوت، فانا هحسب 20 لوج، هحسب 20 ايه 20 لوج. بمعنى لو انا اقول لك كده، انا عندي جي كابيتال اوف اس بيساوي 10 على اس زائد الواحد. انا طبعا عشان اجيب الفريكوانسي ريسبونس لابد اعمل ايه؟ احلل الترانسفير فانكشن للسينوسويد ترانسفير فانكشن، اشيل كل اس واحط جي اوميجا 10 على جي اوميجا زائد الواحد. الحاجه اللي بعد كده على طول ان انا بجيب الماجنتيود بتاع الناس دي كلها. يبقى ماجنتيود الجي اوف جي اوميجا بيساوي ماجنتيود ال 10 على ماجنتيود جي اوميجا زائد الواحد. بطلع كمان حاجه اسمها 20 لوج الماجنتيود، بضرب في 20 لوج، لان انا هرسم على لوج سكيل، لان البود دياجرام برسمه على لوج سكيل، عشان كده بنضرب في 20 لوج. يبقى 20 لوج الماجنتيود ده بيساوي 20 لوج ماجنتيود ال 10. خد بالك بقى، قابلتني قسمه، يبقى ناقص 20 لوج ماجنتيود جي اوميجا زائد الواحد. لابد استخدم خصائص اللوغاريتمات، ولوغاريتم القسمه بيتحول للوغاريتم الطرح. تعالى خد بالك بقى، احنا حاليا هننسى ده، خلينا في ايه؟ في الترم الاولاني ده. 20 لوج 10 ده كونستانت، حلو، ماجنتيود 10 ب 10، ليه؟ لانها كانها الجذر التربيعي ل 10 تربيع. التربيع هيروح مع الجذر، يبقى خد بالك بقى، لوج للاساس 10 ل 10 بكام؟ بواحد، في 20 يديني 20. وبالتالي انا خد بالك، لو انت عندك جين كي زي ده بالمنظر ده، فانت مثلا قابلتك في المساله 20 لوج كي في 10، هتستخدم خواص اللوغاريتمات عشان تحول الضرب ده لجمع، كانها 20 لوغاريتم الكي زائد 20 لوغاريتم ال 10، كانها 20 لوغاريتم الكي 20 لوغاريتم 10، لوغاريتم 10 بواحد في 20 بيديني كام؟ بيديني 20، لانها 20 لوغاريتم 10 للاساس 10، ف 10 للاساس 10 بكام؟ بواحد. حلو جدا جدا. كان بتطلب اقول لك ما هو الرقم او الاس اللي لو رفعته للاساس 10 هيديني كام؟ هيديني واحد، اللي هو واحد، اللي هو كام؟ اللي هو واحد. كويس جدا. طيب لو كان 20 لوغاريتم كي في 10 اس ان، هوزع اللوغاريتم جوه عشان يبقى لوغاريتم الضرب يتحول لوغاريتم جمع، يبقى 20 لوغاريتم كي، حلو جدا، الفي تبقى زائد 20 لوغاريتم 10 اس ان، لما اقول لك كده 20 لوغاريتم 10 اس ان الاس يطلع بره قدام، يبقى كانها 20 ان في لوغاريتم ال 10 للاساس 10، لوغاريتم ال 10 للاساس 10 بواحد في 20 ان يديني 20 ان. حلو جدا جدا جدا. وبالتالي لما اجي ارسم الماجنتيود بتاع السيستم بتاعي، برسمه بالديسيبل، برسمه مع الايه الفريكوانسي اللي اسمه اوميجا، هلاقيه بقى كونستانت. يبقى الجين لما اجي امثله هلاقي الجين ده على السكيل بتاع 20 لوج هيطلع لي كونستانت، خط ثابت. طيب زي ما اقول لك مثلا 20 لوغاريتم 100، لوغاريتم 100 ب 2 في 20 ب 40 هيديني خط ثابت كام؟ 40 بالديسيبل هنا كده. طب انا خد بالك كمان، ده احنا عندنا بعض الخصائص الثانيه اللي هي ايه؟ لما اقول 20 لوغاريتم كي هي نفسها سالب 20 لوغاريتم 1 على كي. طب ما احنا لسه قايلينها دلوقتي، ازاي بقى؟ هقول لك حاجه حلوه، مش 1 على كي، هي بالظبط كانها كي اس سالب 1. حلوه قوي، 20 لوغاريتم، مش انا بقول لك 1 على كي كانها كي اس سالب 1؟ اه، بنزل بالاس قدام، يبقى يساوي سالب 20 لوغاريتم الكي، سالب 20 لوغاريتم الكي اللي هي هنا دي. كويس جدا.
قال لك خد بالك بقى، الفيز انجل بتاعت اي ثابت بتساوي زيرو. ليه؟ لان الفيز انجل هي عباره عن تان ماينس 1 للايماجنري على الريال. طب الريال بكام؟ بكي، لكن الايماجنري بكام؟ مفيش ايماجنري، بزيرو. يبقى زيرو على اي حاجه بزيرو، تان ماينس 1 للزيرو بتساوي زيرو. يبقى اذا الفيز انجل بتاعت اي كونستانت بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. تتحفر في مخنا، الفيز انجل بتاعت اي كونستانت على طول بتساوي زيرو. انا هنا بنثبتها وبقول لك ده الفيز انجل هي عباره عن تان ماينس 1 للايماجن على الريال. طب الايماجنري بيساوي زيرو والريال بيساوي كي او اي قيمه، زيرو على اي حاجه بزيرو، تان ماينس 1 للزيرو بتساوي زيرو، يبقى اذا فاي هتساوي زيرو او الفيز انجل بتساوي زيرو. يبقى اي كونستانت الفيز انجل بتاعته بتساوي كام؟ الفيز انجل بتاعته على طول قولا وحدا بتساوي زيرو. حلو. تاني حاجه اللي هي الانتجرال او الديريفيتيف فاكتور. الانتجرال او ايه؟ الانتجرال او الديريفيتيف فاكتور بجيبه ازاي؟ قال لك تعالى، كويس جدا، ده احنا نقدر نجيبه بالشكل ده. الانتجرال او الديريفيتيف فاكتور، والله هعتبر ان انا عندي، هو بدا الاول بالانتجرال فاكتور اللي هو ان اوفر جي اومر، كان بالظبط بقول لك الجي كابيتال اوف اس كانت بتساوي 1 اوفر اس، ما ده انتجرال. لو قلت لك جي كابيتال اوف اس بتساوي اس، ما هو ده ديريفيتيف، بضرب في اس ديريفيتيف، بقسم على اس انتجرال. لما اجيب السينوسويد ترانسفير فانكشن تبقى جي جي اوف جي اوميجا هتساوي 1 اوفر جي اوميجا الانتجرال اهو. لما اجيب السينوسويد ترانسفير فانكشن ده تبقى جي اوف جي اوميجا هتساوي جي اوميجا. ازاي بس بقى الاثنين دول؟ هنبدا الاول بالانتجرال. طبعا مبدئيا انا بجيب الماجنتيود والفيز، ولما بجيب الماجنتيود بجيب 20 لوج عشان احنا هنرسم على اللوج سكيل. حلو قوي. يبقى الماجنتيود بتاع واحد على جي اوميجا بماجنتيود واحد على جي اوميجا، ف 20 لوج يبقى 20 لوج ماجنتيود واحد على جي اوميجا. الله، طب مش واحد على جي اوميجا كانها جي اوميجا اس سالب واحد؟ هنزل بالسالب واحد قدام يبقى سالب 20 لوج الجي اوميجا، ده اللي اتبقالي. وبقيس بالايه؟ بالديسيبل. بقيس بالايه؟ بالديسيبل، لان اللوج بيتقاس بالديسيبل. حلو. طيب الفيز بقى، الفيز انجل بتاعت واحد على جي اوميجا بكام؟ هيديني زاويه كونستانت سالب 90. ازاي يا دكتور؟ هقول لك تعالى. لما اقول لك واحد على جي اوف جي اوميجا بتساوي واحد على جي اوميجا، عايز اجيب لها الفيز. مش الفيز هي عباره عن تان ماينس 1 للباست؟ طب حلو، الباست بكونستانت، تان ماينس 1 للكونستانت بكام؟ بزيرو. ليه؟ لان قلت لك تان ماينس 1 للايماجنري على الريال، الايماجنري بزيرو على واحد يديني زيرو، تان ماينس 1 للزيرو بزيرو ناقص، لان ديت ايه؟ على، تبقى هتتحول لناقص اهي، ناقص تان ماينس 1 الايماجنري بكام؟ باوميجا، على الريال بكام؟ بزيرو، لان هنا اللي عندي فقط الايماجنري، الايماجنري باوميجا، على الريال بكام؟ بزيرو، يبقى هيساوي سالب تان ماينس 1 اوميجا على زيرو بكام؟ بما لا نهايه. تان ماينس 1 لما لا نهايه ب 90، والسالب يبقى سالب، هتساوي سالب كام؟ سالب 90 درجه. يبقى على طول تحفظها ان الفيزا بتاعت واحد على جي اوميجا بتساوي كام؟ بتساوي سالب 90. جت منين؟ هجيب الفيز بتاعت الباست، واجيب الفيز بتاع المقام، واقول الفيز بتاع الباست ناقص، لان ديت على، ناقص فيز المقام، فيز الباست بزيرو. ليه؟ لانها كونستانت. فيز المقام بكام؟ تان ماينس 1 الايماجنري اللي هي باخد معامل الجي اللي هي اوميجا على الريال، مفيش ريال، يبقى بزيرو. تان ماينس 1 ل اوميجا على زيرو بما لا نهايه، يبقى اوميجا على زيرو تان ماينس 1 لما لا نهايه ب 90. يبقى القيمه اللي هتديني تان 90 بتان ما لا نهايه بكام؟ اللي هي 90، والسالب بره انزل بالسالب اهو، يبقى سالب 90. كويس جدا جدا. وزي ما هنعرف دلوقتي ان جي اوميجا الفيزا بتاعتها بموجب 90 لانها في البسط. كويس جدا. قال لك تعالى، لو انا عندي مثلا سالب 20 لوغاريتم 10 في اوميجا، دي بالديسيبل اهي، دي كانها بالظبط الضرب ده هخليه زائد، يبقى دي كانها بالظبط سالب 20 لوغاريتم 10 زائد ناقص 20 لوغاريتم الاوميجا.
يبقى سالب 20 لوغاريتم ال10، لوغاريتم ال10 على اساس 10 بيساوي 1، 1 في 20 بسالب 20 اهي، ناقص 20 لوغاريتم الايه؟ الام اهي. هنا بس بقول لك ايه خصائص اللوغاريتمات، ان الضرب بيتحول لايه في الاخر؟ بيتحول في الاخر ليه؟ جمع. بس عشان خاطر فيه سالب بره هتدخل على الجمع تخليها سالب. كويس جدا. لما اقول لك 20 لوغاريتم جي اوميجا، حلوه قوي قوي، خد بالك كانها 20 لوغاريتم الاوميجا. ازاي؟ انت بتقول 20 لوغاريتم، هو اصلا ماجنتيود الجي اوميجا بكام؟ كانه بالظبط الجذر التربيعي للايماجنري تربيع اللي هو اوميجا تربيع، لان انا باخد معامل الجي، يبقى الجذر التربيعي هيروح مع التربيع، يتبقى لي ايه؟ 20 لوغاريتم الايه؟ الاوميجا. هي هي بالديسيبل، لان الماجنتيود دايما بنحسبه في البود ديجرام بالديسيبل. مثال بيقول لك مثلا اهو، ده اكزامبل اهو، 20 لوغاريتم ماجنتيود 1 على جي اوميجا اس ان. انا لسه قايل لك دلوقتي ايه؟ مش جي اوميجا اس ان اقدر اخليها جي اوميجا، ماجنتيود جي اوميجا لكل اس ان، بس ايه؟ عشان تحت في المقام يبقى هنا بالسالب. طب 20 لوج يبقى 20 لوج. طب الاس ما انا اقدر انزل بيه قدام الايه؟ اللوج، يبقى سالب 20 ان لوغاريتم مين؟ ماجنتيود الجي اوميجا. عادي جدا، ماجنتيود الجي اوميجا لو بيطلع في الاخير بايه؟ باوميجا، مش بيطلع في الاخير باوميجا، يبقى سالب 20 ان. قد تكون الان ديت تربيع 2 يعني، او قد تكون 3، قد تكون هتلاقي ال 20 ديت تنضرب في كام؟ في 2 او في 3 او في 4 او في اكتر او في اقل، ايا كان. هنا بقى، هنا كان انتجريتور، هنا بقى ايه؟ ديريفيتيف. 20 لوج هطلع بالان قدام، يبقى ان في 20 لوغاريتم، فالميل ده هلاقيه بالسالب والميل ده هلاقيه بالموجب. الرقم اللي قدام اللوغاريتم ده هو الميل. رقم هنا في الحاله ديت لما كان الجي اوميجا في المقام، لقيت الميل بالايه؟ بالسالب. سالب 20 ان الميل بالسالب بيقل، هنا موجب 20 ان، الميل هنا بالايه؟ بالموجب. فهنا في الحاله دي في الاول كان الميل بالايه؟ بالسالب. انا والله واقف عند نقطه وبتحرك النقطه الثانيه، هتحرك 20 ديسيبل بير ديكيد. كلمه ديكيد ديت لسه جايه جديد. ديكيد معناها انا بضرب في 10 كل خطوه بتحركها لقدام. مثلا انا لو بادئ من واحد، ها لو اتحركت دي، لو سميت دي ديكيد، يبقى الخطوه اللي بعدها كام؟ 10. لو دي ديكيد يبقى الخطوه اللي بعدها كام؟ 100. لو دي ديكيد يبقى الخطوه اللي بعدها كام؟ 1000. لو برجع لورا بقسم على 10 يبقى 0.1، ها 0.02. يبقى الديكيد بضرب في 10 كل ديكيد، او ولو انا برجع لورا بقسم على 10 يبقى، او في الحاله ديت الاسلوب بالموجب، يبقى 20 باسلوب ايه؟ 20 ديسيبل بير ديكيد. وناخد بالنا ان الفيز بتاع الاثنين ثابت، قد تكون سالب 90 لو هي في المقام زي دي كده، وقد تكون موجب 90 لو هي في البسط زي دي كده. لسه قايل لك دلوقتي 90 جت منين وسالب 90 جت منين. انا بقول لك اهو الجي جي اوف جي اوميجا بتساوي جي اوميجا، يبقى الماجنتيود بكام؟ 20 لوج الماجنتيود بتاع ده اللي هو 20 لوج الاوميجا. طب الفيز هيبقى عباره عن 10 ماينس 1 الايماجنري على الريال. طب الريال بكام؟ بزيرو. يبقى 10 ماينس 1 ل ما لا نهايه اللي هي بكام؟ ب 90 بالموجب اهي، 90 وثابته كونستنت كده. طب لو سالب بقى في الحاله ديت لو في المقام، اكيد هتبقى كام؟ بتبقى سالب، يبقى سالب 90 وكونستنت زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يبقى ده البوت دايجرام لواحد على جي اوميجا، سواء كنت بقى هتعامل مع الماجنتيود او بتعامل مع الفيز، وده البوت دايجرام لجي اوميجا سواء كنت بتعامل مع الماجنتيود او بتعامل مع الفيز. في الماجنتيود بتعامل بالديسيبل بدلاله الفريكونسي اوميجا، في الفيز بتعامل بالفيز ان ديجري يعني بدلاله الفريكونسي اللي اسمه ايه؟ الفريكونسي اللي اسمه اوميجا. ده كده بس عن ايه؟ حاجه كده مبسطه. ان شاء الله هناخد الحاجات ديت بالتفصيل بقى لما نيجي في الامثله بتاعت الانظمه ونيجي نرسمها، لكن بس انا بديك ايه؟ بقول لك يعني ايه اللي هيقابلك في الامثله بتاعتك. هنقف لغايه هنا ونكمل ان شاء الله المره الجايه.